ما عنديش عندي الله. قال ما كانوش الحباب، ما كانوش هذه، ما كانش اللي ما كانش عندك خبزه. من لا شنو هذا ولدي؟ هذاك رزيق اللي جاب لك مجلاب. واش حلال ولا حرام؟ حنا بغينا على الحلال اوليدي. والله ما نمشي لحلال. وانا على الحلال اوليدي. والله يخلف على اللي كيعرفوا بحساب الدرويش واللي ما عندوش واللي من هنا بزاف تحويج اوليدي. لا عليك ولا عليهم. امين الله يكمل عليكم. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كما وعدناكم في القصة أو إذا صح التعبير في البرنامج اللي غنتبعوه في حلقات ديال موت جلابة، ديال مي ميلودة فوق من 80 سنة. توفى ليها الزوج، عطاها الله بنية وتوفات ليها. كتعيش في واحد البيت فيه ميترونس، فيه كلشي. خبزة هي الأخرى ما عندهاش. شوفوا معايا التفاصيل. مشاهدينا الكرام، غادي نمشيو ندخلو عند مي ميلودة. السلام عليكم. سلام. مي ميلودة لاباس؟ لاباس ربي يخليك. كي دايره بخير؟ لاباس ربي يخليك. الناس اللي مكلفين بهذا البرنامج دووا لينا على مي ميلودة. أيه. عندها اكثر من 80 سنة. أيه. مات ليها الراجل، عطاها ربي بنية توفات ليها. أيه. كتعيش في هذا الميترو. أيه. كيفاش؟ عاودي لي القصة ديالك مي ميلودة. وكان عاود لك وليدي التقديم هاد ملي مات الراجل ما بقاش لي ما كيجي عندنا حد، ما كيحن علينا حد، ما كي سميتو ولا حن علينا. الله يستر عليه والله يعطيه صحيحته. والبنية كيفاش تمات لك؟ بنية كانت مريضة، كان عندها الماء، كانت عندها الماء وليدي هذيك البنت. هنا مسكينة محنات بزاف بزاف تمحنت. بقيتي بوحدك أمك؟ بقيت بوحدك، بقيت أنا وبنتها. دابا البنية ديالك اللي ماتت مسكينة خلات لك بنيتها. إيه خلات لي بنتها. كيفاش كديري مع الزمان؟ المعلومات اللي قالنا قالوا مسكينة خبزة هي الأخرى ما عندهاش. ما عنديش عندي الله. قال ما كانوش الحباب، ما كانوش هذه، ما كانش عندك حتى خبزة. قال براني هو اللي كيحن لك، هو اللي كيحنوا. وولدي باش يجيبوا شي حد ما كانش لي خضر تدع لك النهار كله. واحد السيد ما كتعرفيهش انت، موت جلابة والناس اللي معاه كيقلبوا على هاد الحالات وقدروا يوصلوا لمي ميلودة. غادي يجي لعندك، غيدخل عليك الفرحه والسرور في هاد شعبان ورمضان. لا دخل عليا الفرحه وهادي، الله يكمل عليه والله يعطيه صحيحته. من لا شنو هذا ولدي؟ هذاك رزيق اللي جاب لك مجلاب. واش حلال ولا حرام؟ ها؟ حلال ولا حرام؟ والله ما نمشي لحلال. ها؟ والله الا حلال. حنا بغينا على الحلال اوليدي. والله ما نمشي لحلال. وانا على الحلال اوليد. هناك هاد الرزيق ما يمشي والله الا عطاو لك حلال. ايوا الله يخلف عليهم. الله يخلف عليهم اولدي، الله يخلف عليهم والله يكثر خيرهم. مشاهدينا الكرام، والله يخلف على اللي وقفوا، والله يخلف على اللي وقفوا، والله يخلف على اللي عرفونا، والله يخلف على اللي كيعرفوا بحساب الدرويش واللي ما عندوش واللي من هنا بزاف تحويج اوليدي. بزاف تحويج. هذيك الدريه راه ما ماتت، ما لقات مسكينه لا باش تدوز، لا باقي لا طبيب، لا باقي الطبيب اللي ديتها لي كيقول لك سير ما مساليش، سير تال هنا بقات مسكينه حتى توفات. ما كانش اولدي، ما كانش اللي غادي يحن عليك ولا اللي غادي يعطيك ولا اللي غادي يعرفك ولا اللي غادي يعقل عليك. بزاف اولدي. دعي مع هاد مول جلابه ودعي مع المغاربه حتى هما مساكين. الله يعطيه صحيحته. والله يخلف عليه. والله يعطي، والله يخلف على المغاربه. هما اللي عارفونا، هما اللي عارفين حساب الدرويش، هما اللي والله يخلف على اللي انت اللي واقف انت معاهم. الله يخلف عليهم والله عطاهم شي رزيق. الله يسترك أمي. الله يخلف عليهم. غنعاود نجاوبك والله الا حلال أمي. الله يخلف عليهم اوليدي.
لا عليك ولا عليهم. امين الله الله يكمل عليكم. كنتي عارفين كيفاش عايشين وكيفاش دايرين وكيفاش، ما كرضوش نقولوا لواحد عطانا حتى شي خبزه، ما رضوش نقولوا لواحد نبدو يدينا لعباد الله. إن النفس خايبه وليدي، النفس خايبه بزاف، واني كاين الله. الله يسترك امي امشي. الله يسترك. مشاهدينا الكرام، الحلقه الاولى ديال امي ميلوده، سؤال في جوهر الموضوع، قلت لي مسكينه هذا الرزيق واش حلال ولا حرام. مشاهدينا الكرام،